عندي كلمة يعني هقولها بعد ما أستعرض مع حضراتكم الوضع السياحي. الكلمة طبعا بتختص بالشعار المنظمة السياحة العربية تبع الأمم المتحدة اختارته لهذا العام اللي هي السياحة والتنمية المجتمعية. فدورنا كان إيه واللي بنحاول نعمله إيه حتى هذه اللحظة والفترة القادمة بإذن الله. إنما إلى أن يعني أقول الكلمة ديت أحب إني أعتقد إنه كثير من حضراتكم عاوزين يعرفوا إيه اللي إحنا في الوضع الحالي من الناحية السياحية. لو قارنا الفترة اللي فاتت بعد ثورة 25 يناير نجد إنه 2010 كانت سنة الزيارة، تذكروا كانت 14.7 مليون سائح أضروا للخزانة المصرية 12.5 مليار دولار. انخفض الرقم ده بعد ثورة 25 والتحذيرات اللي تمت بنسبة 36% أو 37%، ثم ارتفع مرة أخرى في 2012 بعض الشيء وكنا متصورين هنستمر، رجع انخفض تاني في 2013. أما في 2014 في الفترة الأولى من يناير حتى أغسطس إحنا بدأنا العام وكلنا أمل إنه السياحة المصرية تسترجع عافيتها، ولكن حصل في 16 فبراير لو تذكروا وقعت الحادث الإرهابي في طابة، بعدها حصل 26 فبراير تحذيرات سفر من ألمانيا، تلت عدد من الدول نتج عنها تراجع في الأرقام، انتهت 6 أشهر الأولى بحوالي نقص 13% عن نفس الفترة من السنة السابقة. كان بالمقارنة ليونيو 2013 كان فيه نقص في حد ذاته كشهر 20.5%، حصل تحسن مرة تانية في يوليو، ثم تحسن آخر في أغسطس. السبب في هذا إن إحنا ركزنا على الخطة التكتيكية، وخلينا أراجع تاني كلام قلته لحضراتكم أو قلته لبعض من حضراتكم في فترات مختلفة، إنه لازم نكون واقعيين ونتعامل مع الوضع اللي إحنا فيه بواقعية وبراجماتية، لأنه نحن في أزمة أو مرينا بأزمة غير مسبوقة في الساحة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية. كل الأزمات اللي إحنا مرينا بها قبل كده كانت تتصف بالتوقيت، كان مؤقت وكانت جغرافيا في حتة معينة وكنا بنتعامل معها بآليات معينة ونخرج بعد كده من الأزمة بعد 3 أشهر أو 6 أشهر على أقصى التقدير. هذه الأزمة مستمرة نتيجة الأحداث اللي مرينا بها كدولة، ولكن كان يجب أن يكون خططنا متواكبة. إذا في هدف استراتيجي عاوزين نحقق أرقام معينة بحلول عام 2022، ولكن الآن يجب أن نتعامل مع الأزمة بواقعية بأنها أزمة مستمرة. هذه الأزمة تحتاج إلى آليات، يعني أسلوب تكتيكي في التفكير. العالم يشهد والعالم المتخصص يشهد إن إحنا نجحنا إلى حد كبير جدا بإن إحنا نلحق بهذا الصيف رغم ضيق الوقت، ويمكن حضراتكم لاحظتوا إنه كان في حركة سياحة عربية موجودة على أرض الوطن هذا الصيف غير قبل كده، وكان في حركة سياحة شاطئية جيدة، واللي بيسأل على الوضع في البحر الأحمر يجد إنه أفضل بكتير جدا من مراحل سابقة. هنا أقف وأقول وأعترف بإنه إذا كان هناك تحسن في الأداء من الأعداد لازلنا من ناحية الإيرادات والأسعار المنتجات اللي بنبيعها في السوق العالمي لازالت متدنية. التوجه أن نتكلم عن الجودة ولا نتكلم عن إجراءات إدارية من قبل الوزارة لتحديد حدود عليا أو دنيا للسعر، لأنه وانتوا عارفين كمتخصصين انت ممكن تعمل عقد تبقى لقرار وزاري طالع انك انت الحد الادنى بتاع الخمس نجوم كذا والاربعه كذا وهكذا، وبعدين تخالفوا بينك وبين المنظم الرحلي اللي بتتعاقد معاه والدوله ورقها متثبته صح. خليني واقعي، انا جاي من هذه الصناعه اعلم تماما احنا نستعيد الطلب، والطلب في حد ذاته يحرك السعر.
ونتكلم على الجودة فيما يخص النجومية بتاعت الفنادق. الخمس نجوم المفروض يكون فيه ايه؟ وده اللي بنتكلم عليه، فمدخل الجودة إذا شاركتوني هو المدخل الأصح في التعامل مع قضية السعر المتدني للمنتج السياحي المصري في هذا الشهر. ايه التوقعات؟ 2015 بأمل أن تكون فعلا سنة التعافي، التعافي الكامل للسياحة المصرية على المستوى الدولي. احنا متوسطات الإقامة قصرت خلال الفترة اللي فاتت، لو تذكروا حضراتكم ان في 2010 كان متوسط الإقامة حوالي 11 ليلة او 10 او 8 من 10 ليلة، تراجعت الأرقام الى ان بقت اسبوع، واعتقد التراجع ده اثر على الإيرادات. بنعمل حاليا بعد رسائل طمأنينة القيادة المصرية، الدولة المصرية ورئيس الجمهورية تحديدا بيبعتها للخارج لعودة الأمن والأمان للمقصد السياحي المصري، ان متوسطات الإقامة تزيد وبالتالي كمان تؤثر على متوسط انفاق السياح الترويزي. ايه اللي بنعمله حاليا بالنسبة لحزمة الإجراءات التسويقية؟ احنا زي ما قلت لحضراتكم ضمن التكليف ان احنا نشتغل على حملة علاقات عامة. اخيرا نتكلم على حملتين للعلاقات العامة، حملة عامة لمصر ككل بنتعاون فيها مع عدد من الوزارات، والمناقصة رست على شركة من الشركات المشهورة اللي هي هيلان نورتن، وبدأت عملها في أوائل شهر سبتمبر، وبنأمل أن تؤتي ثمارها لتحسين الصورة السياحية عن مصر خلال الفترة القادمة. أما على مستوى الدول اللي لينا فيها مكاتب فبنتعامل محليا أيضا بالاتصاق مع الرسائل الإعلامية ورسائل تحسين الصورة اللي هي بتتعمل لعروض مصر على مستوى محلي في الدول اللي بتصدر سياحه.